المرأة الحائض والنفساء، وهذا القسم وقعت فيه إشكالات كثيرة في عصرنا. ظهر بعد الدجاجلة ينكرون السنة النبوية ويقولون ليس في القرآن دليل على أن الحائض لا تصوم، وشوشوا على الناس، وترك الحائض للصوم دلت عليه السنة النبوية الصحيحة وأجمع عليه العلماء. لا يوجد عالم من علماء الإسلام منذ فرضية الصوم إلى يومنا هذا يقول بأن الحائض تصوم، حتى خرج هؤلاء الأقزام وهؤلاء الدجاجلة وهؤلاء الذين يزعمون استخدام العقل ويزعمون العمل بالقرآن، وهم كذبة فجرة ينبغي أن يحجر عليهم وأن يمنعوا من الكلام في الدين، لأنهم يفسدون عقائد الناس ويدفعون الناس للشك في دينهم. فالحائض لا يصح صومها بإجماع العلماء، النفساء لا يصح صومها بإجماع العلماء، ولو صامت كانت عاصية لله مخالفة للسنة واقعة في البدعة، رغم أن في هؤلاء المشككين. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنه فسر نقصان دين المرأة بقوله أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قال الصحابة بلى. فهذا أمر مقرر عند الصحابة لا يناقش ولا خلاف فيه. قال فذلك نقصان دينها، فنقصان دين المرأة لأن الرجل يصلي الشهر بأكمله ويصوم رمضان بأكمله، أما المرأة فلا تصلي أيام حيضها، فدائما يسبقها الرجل، وقد أمرها الشارع أن تقضي الصوم لأنه يقع مرة في العام، وخفف عنها قضاء الصلاة لأنها تتكرر في كل شهر من باب التخفيف والتيسير. الصلاة أهم من الصوم، لكن المرأة لا تقضيها من باب التخفيف والتيسير ورفع الحرج. فإذا سمعنا المرأة نقص الدين ديالها، هذا هو المعنى، ماشي معنى نقص في الدين أنها يعني ماشي مؤمنة. قد تصوم هذه المرأة 20 يوم في الشهر وتصلي 20 يوم في الشهر ويكون أجرها أكبر من الرجل، لكن معنى النقصان في الظاهر أن الرجل يصلي 30 يوما والمرأة تصلي الشهر وينقص منه أيام حيضها 6 أيام 7 أيام 8 أيام 10 أيام، وأكثر الحيض عند العلماء 15 يوم أكثر الحيض. الأسئلة اللي كيسولوا بزاف النساء على الحيض، الحيض ما يمكنش عند فقهاء يفوت 15 يوم، ما نزل بعد اليوم 15 من الدم يسمى استحاضة، أقله يوم وأكثره 15 يوم. فالحائض والنفساء لا تصوم، والنفاس أكثره 60 يوما، وإذا انقطع دم النفاس في اليوم 10 تصوم المرأة وتصلي، انقطع دم النفاس في اليوم 15 تصلي وتصوم، ماشي تسنى 40 يوم، لا دليل على ذلك. كذلك في الصحيح أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ إذن مقرر عندهم أن الحائض لا تصوم، وإحنا غادي نخليو الصحيحين ونخليو إجماع العلماء ونخليو إجماع الصحابة ونخليو فتوى أم المؤمنين عائشة المرأة التي تحيض وتعرف أحكام الحيض، ونتبعوا هاد المجرمين الآن الذين خرجوا كالتعابين ينفثون سمومهم ويدفعون الناس للهلاك ويشككون في العبادات وفي مظاهر التهليل في رمضان، يزعجهم امتلاء المساجد ولا يزعجهم امتلاء الخمارات والحانات، يتضجرون من صلاة الناس في الشوارع ولا يتضجرون من اجتماع الناس على الشاشات العملاقة لمشاهدة المباريات في الساحات وفي المهرجانات، ينادون بالحرية في كل شيء إلا في الدين، يدعون بحرية كل شيء إلا الدين. عائشة رضي الله عنها تقول كان ذلك يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنصيحة لأخوات المؤمنات، احذرن من الصيام في زمن الحيض ووقت الحيض، فذلك معصية كبيرة وعظيمة وجرأة على الدين والشريعة.